السلام عليكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم على قناة لنستفيد معا. في موضوع اليوم يكون خاص بالشرح شنو هي الحماية الاجتماعية وشنو كتغطي هذه الحماية الاجتماعية وشكون الناس اللي عندهم الحق في الاستفادة منها. قبل ما ندخل في صلب الموضوع، لكن شي اول مرة تشاهد قناة لنستفيد معا، ما تنساش دعمنا بزر الاشتراك وتفعيل الجرس، واي تساؤل حطه في التعليق او راسلونا في الصفحة الخاصة بالقناة او عبر البريد الالكتروني. الحماية الاجتماعية واحد المشروع كبير اللي غادي يستافدوا منه 22 مليون مغربي اللي ما مخارطينش في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. و 22 مليون مغربي فيهم جوج ديال الفئات. 11 مليون مغربي هما الناس اللي عندهم الرميد، غادي يستافدوا من التغطية الصحية والتعويضات العائلية والتعويضات عن فقدان الشغل حتى التقاعد ملي يوصلوا للسن عام، يعني نفس الخدمات اللي كتقدمها لاسنساس المنخرطين ديالها. و 11 مليون مغربي الاخرى هما المهنيين والصناعيين والحرفيين والفلاحين وحتى اصحاب المهن الحره اللي مستقلين، حتى هما يستافدوا من نص هذه الخدمات اللي كتقدمها لاسنساس. فالفئه ديال الناس اللي عندهم الرميد هما الناس اللي من الطبقه الفقيره اللي قلنا العدد ديالهم 11 مليون، فالدوله اللي غادا تكلف بالاشتراكات ديال، يعني الدوله هي اللي غتخلص عليهم مصاريف العلاج والنفقات كامله من واجبات الاشتراك باش يستافدوا من الحمايه الاجتماعيه. يعني اصحاب الرميد ما عندهم ما يعطيو، ما عندهم ما يخلصوا، الدوله اللي غادا تكلف بهم. اما الفئه ديال المهنيين والعمال المستقلين وحتى الصناعيين والحرفيين اللي عندهم واحد النشاط خاص بهم، يعني ما عندهمش شهريه، مثلا مول حانوت، نجار، ميكانيك صدور الى اخره، فهاد الفئه خاصها تخلص على واحد المبلغ ديال الاشتراك، وهذا المبلغ راه يكون كيختلف على حساب الدخل ديال اي واحد. مثلا هاد مول حانوت مولف كيخلص جميع الواجبات في السنه من الضريبه على الدخل وراس المهني كل عام 3000 درهم، فغيولي خلص 3000 درهم زائد واحد الواجب تكميلي، يعني الضريبه على الدخل زائد الرسم المهني زائد الواجب التكميلي. هاد الواجبات غتولي سميتها المساهمه المهنيه الموحده. فالواجب التكميلي الدوله اللي كتحدو كيف ما كتشوفوا، فلا كان الواجبات اقل من 500 درهم في السنه كيخص يخلص على الواجب التكميلي 1200 درهم في العام، او يخلص 300 درهم في كل شهر. هاد مول حانوت قلنا عنده واجبات سنويه هي 3000 درهم، ف 3000 درهم جاتنا في الخانه اللي فيها ما بين فوق 2500 درهم حتى 5000 درهم، يعني يخلص الواجب التكميلي 720 درهم في كل شهر او 2880 درهم في العام. وهاد الفلوس ديال الواجب التكميلي هي اللي غادا تمشي الحمايه الاجتماعيه اللي غادي يستافد منها هاد مول الحانوت من التعويضات كامله. فهمنا دابا هاد الفئات كيفاش غادي يستافدوا، لكن امتى يبدا هاد المشروع؟ فالحمايه الاجتماعيه في السنه اللي حنا فيها دابا 2021 حتى 2022 جميع المغاربه تكون عندهم التغطيه الصحيه. 2021 غيبداو بالناس دي ساهمات من المهني الخاضع للمساهمه المهنيه الموحده للعدد ديالهم 8000 تاجر وصانع، ثم بعد ذلك توسع التغطيه على الفلاحين والصناع التقليديين، ثم بعد ذلك اصحاب النقل اللي هما الطاكسيات، ثم اصحاب المهن الحره والمستقله. في سنه 2022 الفئه المستفاده من الرميد يوصلها الدور باش تستافد من التغطيه الصحيه، يعني بين 2021 حتى 2022 22 مليون مغربي غيستافد من التغطيه الصحيه. اما التعويضات العائليه غتكون ابتداء من سنه 2023 حتى 2024 اللي غادي تشمل كاع المغاربه. وفي سنه 2025 الناس اللي في السن 60 سنه غيستافدوا من التقاعد، وغادي يكون تعميم على فقدان الشغل بالنسبه لكل شخص كيتوفر على عمل قار. فمنين يجيبوا الفلوس كامله باش يتعوضوا 22 مليون مغربي؟ الدوله خطات انها تجيب 51 مليار درهم بانجاز هذا المشروع. الدوله غتساهم من الميزانيه ديالها الخاصه ومن الاشتراكات والتنظيمات اللي كانت شحال هذه، والواجبات التكميليه اللي غادي تفرضها على بعض الفئات المهنيه، وحتى من صندوق المقاصه وعائدات الضريبيه الخاصه بالحمايه الاجتماعيه وموارد اخرى اللي غادي تساهم في هذا المشروع. حتى الناس اللي بغات تساهم في هذا المشروع كيف ما دار السابق بانجاز صندوق خاص بجائحه كورونا لدعم جميع المغاربه. فهذا المشروع صراحه احسن مشروع اللي تصادق عليه، وموجه بالخصوص لاولاد الشعب. وصلنا الان لنهايه الحلقه، ما عندكم اي تساؤل حطوه في التعليق، وما تنساوش الدعم ديالنا بالاشتراك، وتسناو ديما الجديد على قناه لنستفيد معا.